فلقيت راعية غنم فقالت له تعال، أغرته فوافق جامعها. ثم رجعت إلى القوم فقالت لهم لقد أصاب مني، فإذا ولدت سآتيكم بالولد. ثم جاءت بعد فترة وهي حامل لهم قالت هذا من جريج، حتى ولدت وضعت قالت هذا ابن جريج، وتقولون أنت عابد وهي تكذب. فغضب الناس غضبا شديدا على جريج، صدقوها وغضبوا على جريج، ثم ذهبوا إليه وأخرجوه من صومعته بالقوة وهدموا الصومعة، وصاروا يسمعونه من الكلام ويضربونه، أنت تكذب علينا أنك عابد كذا وكذا، وآخر شيء عندك ولد من الزنا. قال أنا؟ قالوا نعم. قال ممن؟ قال من هذه المرأة، وأشاروا إليها ومعها الطفل. قالوا هذا ابنك منها، رضيع. قال هذا ابني منها؟ قالوا نعم. فجاء جريج ووضع إصبعه في سرة الصبي هذا الرضيع وضغطه على بطنه وقال من أبوك؟ رضيع ما يتكلم أيام، وضع إصبعه على بطنه قال من أبوك؟ فتكلم الصبي الرضيع قال أبي الراعي. ذهل الناس، صدموا، رضيع يتكلم، فعرفوا أنها كرامة لجريج، فندموا وتأسفوا منه وقالوا نبني صومعتك من ذهب، الآن كبرت في عيوننا، قبل بس مجرد عابد، الآن هذه الكرامة، الآن نبني صومعتك من ذهب. قال بل أعيدوها كما كانت. هذا خرق للعادة، فالله جل وعلا قد يكرم بعض عباده.